مع بنت رمضان، الجو معنا ياسر مزيان. انتي يلي تسمع فينا، جبنا لكم دبارة بنينة في وسطها حكاية وتشنشينة. ما لفاش تستنى وعدل الموجة مع نور والكرونيكور كل يوم من الاثنين للجمعة من ماضي 3 للخمسة على الحياة فام. رمضان على الحياة فام، بنا أخرى. مرحبا بالناس كل معضلة الموجة علينا على 93.3. هكا احنا كيما العادة كيما كل يوم ان شاء الله نونسوكم من توحات للخمسة امتع العشية بمختلف الفقرات كيما اتعودتوا بينا. فقرتنا متنوعة، فقرتنا متعدة، الكدويت عنا للربح. تحية كبيرة ليكم وتحية كبيرة للسبونسور الكل اللي مأمنين لكدو امتعنا لليوم. ما عليكم كان من توا تنجموا تلفوا معنا وتدخلوا وتطلبوا الارقام الهواتف نتاعنا على 70035120 70035120. هكا باش تنجموا تربحوا معنا دي كادو مزيانين من اهداء بارا فارماسيرين. الوغ شكر كبير لبارا فارماسيرين اللي ديما هكا تويتكم بالكادوات بالحاجات المزيانه، لي زارتيكل بور مامون اي بور بيبي تلقاوهم اكيد عند بارا فارماسيرين. ايضا الكادوات ما توفيش، الفريق جي اس ام يودكم بالتابلت بالفابلت بالتليفونات بالحاجات الالكترونيك الكل اكيد احنا نودوكم بهم. هذا كله أكثر معلكم كان سامبل تخي سامبل سامبل برشا برشا الحكاية. تكلمونا على 70 35 120. أيضا ما تنسوش اللي عنا كل جمعة تشنشينا امتعنا الدو، وانتم زادا عندكم لو دغوا باش تشاركوا بيان سور وتدخلوا معنا في تيراج او سور وتربحوا كادو من اهداء لفريقي جي اس ام. شكر كبير لمدام نهلة بالقاسم على هالديكوراسيون الحلوة والمزيانة والنحاس القروي نتاعنا اللي ديما منورنا ومزينا. اللهم صل على النبي، يعني النحاس المطروق، النحاس الاحمر، النحاس نتاعنا الزمني، هذا كله حاضر معاكم باش نفرتجيو معاكم الاجواء الرمضانيه. حتى الناس اللي قاعده تسمع فينا من خارج اراضي الوطن، ان شاء الله هكا الاجواء الرمضانيه توصلكم وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا. تحيه لتوكال عاد وما تحفل القاعده كان بتوكال. مشكوره توكال اللي دائما دائما مأمنتنا الحصة، واحنا اخترنا راو توكال مش بغازار، ما هوش بغازار اخترنا توكال، اخترناكم توكال على خاطرها حاجة صحية واحنا نهتموا بصحتكم. توكال اكيد اللي يحكي توكال واللي يقول توكال يقول الهريسة اللي عندها اكثر من 60 سنة خبرة، يقول الطماطم البيروكي، يقول هريسة منار التجربة، يقول الهروس العزيز والغالي، يقول الكونفيتور على كولونيا كريمة ايضا، والهريسة على كل تاي ونوع. اكيد نودوكم وما نشاهيوكمش يا جماعة. الوغ ديما فك القفة وشاريو نتاع المصروف ما تنساوش البرودوي توكال، يبنن التطيب ويبنن القاعدة. الوغ ان شاء الله هكا ندخلوا لدياركم بالبهجة، وتحية كبيرة برشا للكيب اللي باش تأملكم زادة الحصة. شكرا كبير أيمن ليجا، بما أنا بيرسونيل فرحانة بيه برشا برشا. أيمن ليجا باش تأملنا الإخراج التقني، سهي العنا بالفازات اللي قاعد يعمل فيهم بالفازات في الفيديو، يعطيك الصحة سهي في الإخراج في الديجيتال، على التصويرة الحلوة، على التصويرة الأمبيكابل اللي قاعدة توصلكم على الباج أوفيسيال نتاعنا. سينو معاكم نور بيجي من قدام الميكرو، وكما العادة إكيب معانا من لي كرونيكور. مرحبا حمزة بالشيخ. عسلامة عسلامة عسلامة. مرحبا 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 بكم الناس الكل. اليوم عشوية هكا إن شاء الله بتتعدى عشوية، نار 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 نار, 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 نار. وانتم اللي قاعدين في كوزينتكم حضروا دبارتكم وشدوا ستيلواتكم واسمعوا مليح واش باش نحكيو واش باش نقولوا واش باش نغنيو واش باش ندردشوا مع بعضنا مع نور والكرونيكور الكل. ان شاء الله تعديوا معنا امسيه تحفونا كيفكم انتم الناس الكل. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله هكا ان شاء الله ديما هكا مع بعضنا ونعديو امسيه حلوه برشا برشا. الصلاح يا مساء الفل يا نور، اهلا يا حمزه وصديقي ايمن وسهيل منورين
في بالمناسبه كده انا عاوز اقول في الاول تهنئه خاصه للساده الامنيين. تقريبا كان عيد الامنيين كان امبارح على ما اعتقد عرفت، فكل عام وهم بخير. شوف انا افتكرت ازاي. ومساء الخير للساده المستمعين لاذاعه الحياه، واقول لكم ان شاء الله معانا النهارده قصه جميله جدا هتعجبكم، حاجه متميزه وحاجه فريده. وزي ما اتكلمنا امبارح يا نور عن حاجه بسيطه كده اسمها رساله من القلب عن التسامح، النهارده ايه رايكم نتكلم كده في 5 دقائق كده انا وانت وحمزه عن حاجه اسمها ثقافه الاعتذار؟ صح، الاعتذار وقبول الاعتذار، يعني زي ما قلنا امبارح شيم الكبار، الاعتذار دي ثقافه على فكره، واللي بيحبك هو اللي بيعتذر لك، وهو اللي بيجي يعاتبك، وهو اللي بيكون باقي على اللي ما بينك وما بينه. في مقولة بتقول يعني اللي بيحبك هيتمسك بيك، لو لقى 1000 سبب للرحيل هيلاقي سبب واحد ان هو يتمسك بيك، ولو بينك وما بينه 1000 حائط هيحاول ان هو يبني باب واحد علشان يدخل لك من الحائط ده. ممكن يكون زعلان منك من حاجة كبيرة، ممكن تكون الحاجة دي خلته يفهمها بطريقة مختلفة غير اللي انت كنت عاوز توصلها له، بس ثق تماما على قدر غلاوتك في قلبه، وعلى قدر حبك في قلبه، وعلى قدر ما هو زعلان منك، لان كل ما زاد حبك في قلبه وكل ما زاد غلاوتك في قلبه زاد زعله منك. صحيح. ومع الايام هيلين، لانك انت واثق من حبه ليك، واثق ان الشخص ده ايا كان هو ايه اللي ما بينك وما بينه اكبر من اي حاجه. ممكن تروح تعتذر له وانت مش قادر تبص في عينيه من كتر الندم، من كتر الخجل، من كتر ما انت عاوز توصله رسالة ان الحاجة دي انت يعني بتقول له خلاص يعني اقبل اعتذاري، سامحني. هياخد وقت، هياخد وقت، ممكن ياخد يوم، ممكن ياخد 2، ممكن ياخد 3، ممكن ياخد اسبوع، بس مش هتهون عليه، لان في النهاية اللي ما بينك وما بينه اكبر من اي حاجة، وطالما انت متأكد من حبه في قلبك وحبك في قلبه والحب ده بصدق، صدقني كل الحواجز اللي ما بينك هتتكسر. اقعد معاه، اسمعه وفهمه. ممكن تكون انت ظلمه، ممكن انت تكون انت خدت فكرة بطريقة معينة عن فهمك انت لأمر معين او لموضوع معين فحكمت عليه، ما تحاولش تكون انت القاضي والجلاد في نفس الوقت. زي ما انت مطالب ان انت لما تغلط غيرك يسامحك وغيرك يعتذر لك، او انت تسامح او تعتذر، افتح قلبك ليه، مديله ايدك. انا اعرف حد كان يتكلم معايا لما سمع بتاع التسامح، قال لي انا كنت مزعل انسان معين بقالي 2 أو 3 أيام كل يوم اروح له عند الدار عشان اشوفه، بس اروح له مكان خدمته عشان اشوفه، علشان امدي له ايد، مش قادر، بقول مش قادر، فببكي، بيقول قلبي يعني حاسس ان بكآبه، بقول معنينا في ايام مفترجه وشهر رمضان وشهر كريم، بس بقول هو كلمه منه ليا هي بالنسبه لي الفطور، هي بالنسبه لي الضحكه، هي بالنسبه لي كل حاجه. ففي حاجه كده كتبتها قبل ما ادخل عن هديه كده او هداء من كل انسان لحد بيحبه، يعتبر كتبتها يا نور ويا حمزة قبل ما ندخل على الهوا كده بحوالي 5 دقايق ارتجال كده، حاجة باسمها حقك عليا، بقول فيها ندمان بعتذر لك من بعد غلطة، أصل العتاب يبقى محبة، خلي اللي بينا حبل المودة، اوعاك تتغير، إن كنت جرحتك حقك عليا، عرفت قيمتك يا نور عينيا، قول سامحتك انت اللي ليا حلمنا اكبر، بقلبي شايفك وبنبضي حسك، تعبني حزنك ارجع لفرحك، سامح وقدر، مهما اقول ومهما احكي في حبي ليك ولا يوم هخبي، روحي فيك وشاغل كياني، عاوز رضاك يا محلى لقاك يا بدر منور، عن شوقي ليك ما اقدرش اداري، يلي صورتك دايما في بالي، انت ليلي قمري ونهاري، سبحان من صور، حقك عليا. دي كانت رسالة النهاردة لكل انسان زعلان من انسان، ربنا يخليكوا، وان شاء الله عندنا مفاجآت كتيرة النهاردة ان شاء الله. يعطيك الصحة الحقيقة، مفهمش خير من الاعتذار، من السماح، زاد العبد انسان ما غير ما يشد الضغينة اخويا، ما حلاه الانسان كيف متسامح مع نفسه، متسامح مع العبيد، ولبس وعادي كما قال الاخر، وين العاج كيفاش، وين المشكل كيفاش نغلطوا، يعطيك الصحة، وين المشكل، وين المشكل، يعطيك الصحة. المفيد اللي هو الاعتذار، وكيفاش شايف عنا
اه داكو هذه هي جو المباشر وقت سيف يدخلك للاستوديو يقول لك راه عندك تليفون. يعطيك صحه خويا سيف مشكور جدا على المعلومات اللي تقعد بحضينا زاد بعد شويه موجوك البوخ والاجواء الحلوه. عندنا التليفون ناخذ بعد شويه ولكن حبيت جوست نعرج على حاجه ديما توا عندنا برسك جمعتين يا جماعه في بنت رمضان الوغ نتصور برشا منا تابعوا الاعمال الرمضانيه هذه الموضوع الوحيد اللي ما طرقنالوش في بنت رمضان الاعمال الرمضانيه اللي تقدمت على الشاشه يعني على الساحه الفنيه وعلى التلفز الاعمال الدراميه اللي قريناها. نحب نبدا ساعه بصلاح على خاطر نحب نشوف تبع ساعه مسلسلات تونسيه بصراحه مش كتير يعني مش كتير. انا في مسلسلين يعني بعض الوقت كده بتابعهم مسلسل اسمه فوندو ومسلسل كتير بيحكي عنه وبيتكلموا عليه بس بشوف كده بعض الاخبار عليه على الفيسبوك مسلسل اسمه براءة اما انا مش متابعه يعني بس اعرف قصته يعني مجننه ناس كتير هنا وعامله ضجه هذا اللي حبيت نوصله هو نورمالمون في مصر عندكم انتم ساعة يعني الزواج المتعدد ساعة باش ما نحكيوش شوفي يا نور انا عاوز اقول لك على حاجه فرق كبير ما بين قانونيه الحاجه واليه تنفيذها صح. بمعنى ايه انا عندي مثلا القانون يعني خلينا الشرع ده اسمى واقدس واكبر في مكان لوحده قانونا مثلا القانون يسمح مثلا بتعدد الزوجات بس هل معنى ان القانون يسمح بتعدد الزوجات لاي واحد كده يقول خلاص اما استعمل حق القانوني لا في اليات انا يعني بالنسبه لي انا في المكان اللي انا فيه ما شفتهاش مش إيه حد عندنا يعني اتجوز اثنين نقصد يعني في سوسيتي يعني في المجتمع في المجتمع قانونا مسموح وموجود بالضبط. لكن في اضيق الحدود ايوه في اضيق وعلى فكره يمكن معظم يعني الدراما المصريه اللي سوقت لحاجه زي كده مثلا زي الحاج متولي والزوجه الثانيه وفواز يعني دي حاجه كانت بتعكس قصه دراميه فاخذوا عنها انطباع ان خلاص نص المصريين عندهم تعدد زوجاتهم متجوزين لكن بقول لكم لا ده حاجه لا تتعدى 1% اساسا يعني احنا 110 مليون حاجه لا تتعدى 1% فعلشان خاطر ما يقولش واحده مثلا تونسيه تقول لك ده المصريين بياخدوا 2 و3 و4 لا اطمنكم هذا هو يعني هذا اللي الدارج يعني على الكليشي الدارج على المجتمع المصري يعني ريال متبع كبعض الاعمال بعض الاعمال وبعدين في فما فرق في الدراما التونسيه والدراما المصريه اتكلم بصراحه فرق كبير فيش فرق في اولا في 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 الميزانيات في الانتاج في السياق الدرامي نفسه في الكواليتي او جوده الممثلين نفسهم يعني عندنا مثلا في مصر في شركات انتاج كبيره هي اللي بتتبنى الحاجات دي مثلا بتلاقي بيصرف مليارات يعني ممكن مثلا المسلسل في مصر يتكلف مثلا 50 مليون جنيه او 60 مليون جنيه هنا يعني تلاقي التونسي مثلا عمل له 10 مليار تمام ده تحضيرات بالمرتبات بالاجور بكل حاجه بيعدي مبالغ طائله كمان في فرق من الفروقات ان العمل نفسه في كتير في يعني زي ما بقول ايه خلف الكواليس وراه كتير يعني انت لما تيجي تشوفي مثلا في كل سنه في مصر في رمضان ما لا يقل عن 20 او 25 مسلسل ايوه كل مسلسل انا والله العظيم عندي اصدقاء هنا من تونس بشوفهم بيتابعوا مسلسلات في مصر اكثر مني انا ممكن مثلا في مسلسل او مسلسلين لانهم كانوا بيعبروا عن الاحداث اللي حصلت في مصر من بعد الثوره لحد دلوقتي تمام فدي ممكن انا بتابع الحاجات دي علشان اعرف بيجيبوا الخبايا والكواليس الى جانب بعض الحاجات التونسيه ببقى اشوفها زي ما قلت الفندق او براءه ببقى اشوف مقاطع فيديو ليها على اليوتيوب فدي بعض الفروقات البسيطه يعني واضح هذه في فيما يخص يعني الفرق ما بين الدراما التونسيه والمصريه حمزه تبع المسلسلات والله نتفرج تتفرج عندك مسلسل حرقه اللي هو معناها رقم واحد بالنسبه لي انا الحق تبعته مس برشا فيه خلفيات وظاهره نتاع الحرقه والظاهره
على كيفاش يوصلوا العباد يحرقوا شنية معناها الميساج اللي وصلوا المخرج لأسعد مسلتي صراحة يعطيه الصحة. والمسلسل الثاني اللي هو براءة اللي شحاولك فيه كمتفرج تونسي رجل تونسي قاعد يتفرج. أنا تفرجت من الأول راني ما تفرجتش فيه كي سمعت كل البوليميك اللي صارت كبيرة مع شو حبيت نكتشف شنو اللي معناها اللي تحكي عليه العباد شنو نلقى حاجة. معناها أنا بالنسبة لي أنا الرأي الشخصي أنك ماكش ملزوم باش تتفرج عليها. تحب الدار إذا تحب معقول معناها ماكش هل أنه ترى يعني غير مونتي يعني كم تفرج الظاهرة هذه اللي ريناها في مسلسل براءة أو غيره تمثل معناها الشعب الرجال التوينسة هي ما تمثلش الرجال التوينسة ما هي ظاهرة في حد ذاتها موجودة وتطرقوا لها الناس الكل عادي ما فيها حتى مشكلة ماهوش العباد كلها باش تصبح غدوة تعرس عرفي صحيح. على الريال ما يعني تشوف اللي تبزت تونسينا قدمت معناها منتوج سنة فما مرضي. أنا قلت لك أنا الحرقة بصراحة ما أنا ما بحق يعطيه الصحة لأسعد الوثاتي كل عام يبين لنا أنه معناها عنا القامات في التمثيل وفي الإخراج وفي السيناريو. أنا تصور مسلسل كامل تصور في إيطاليا حاجة راهو ماهيش سهلة. نحكيو على الإمكانيات نحكيو على الظروف نحكيو على برشا حاجات الفلوس برافو برافو حلو ياسر. أنا لقيت ما تتفرج أموا على أنا راني الحقيقة مانيش مستانس نتفرج تونسي ديما في كرمان أنا راني مغروم من توا 3 سنين 4 سنين نتفرج في مصر على الاختيار والحاجات هذوك ما فهمتني سيرتو الاختيار الاختيار أنا على فكرة أنا عاوز أنوه على حاجة الواحد لما بيكون بيحب حاجة وبيغير عليها جدا بينقضها يعني أنا مثلا لما بقول في حاجات مثلا مش عاجباني هنا في الدراما مش معنى كده إن عندنا الدراما في مصر ما شاء الله 100% صحيح لا عندنا سلبيات كتيرة كمان لكن انا علشان بحب الحاجه دي او بحب تونس وبحب الدراما وبحب الثقافه وبحب الناس يعني المكان ده انا عايش فيه ويعني وبحسب نفسي او بشوف نفسي واحد من اهل المكان والحمد لله فعلشان كده غيرتي على الحاجه وحبي ليها هو اللي بيدفعني ان انا انقدها اللي هو النقد البناء مش النقد الهدام تمام فعلشان كده لما بنقول فيه فروقات والمسلسل الجميل اللي حمزه قال عليه مسلسل حق انا شفته وده نسيت فعلا ده فعلا قصه جميله جدا قصة جدا جدا يعني تحكي على الواقع المرير اللي يعيشوه العباد معناه راهو سيناريو بصراحه مكتوب معناه حرفيه كبيره ما تتصورش قديش صح 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 الوغ تري بيان اللي على الاقل فما نسبه كبيره من المشاهدين التوانسه لقاو على شنو يتفرجوا لقاو هكا على القليله الترفيه ريالمون في التلفز التونسي تري بيان يلا سينو حتى احنا عندنا زاد الترفيه في بنت رمضان كما كل يوم دائما نستنى فيكم تشنشينا لقيت هذا من قاع الخابيه اختار هنا اليوم حمزه نكتشفوا تطفيت وقيت تشنشينا تشنشينا هذه من تشنشينات كنقول انا كما عرفك التمبري عرفني اكلي مستحيل ما تعقلهاش انا تو متاكده يعني اللي الناس الكل باش تجاوب على خير معروفه دوك ما نتعلموا تشنشينات اول تشنشينه يقولوا لنا جدودنا باش يسنسونا هكا بالتشنشينات يقولوا لنا التشنشينه هذه على خاطر سهله برشا برشا ومعروف به كل ورقه وستيلو ولا مساج تنجم تدخلوا بعد شويه الباج اوفيسيال نتاعنا تلقاو التشنشينه مكتوبه تشنشينتنا لليوم تقول علي عالي في العليلي لحم رخيص ودمه غالي علي عالي في العليلي لحم رخيص ودمه غالي فماش ما اسهل منه فماش ما اسهل سهلة سهلة جدا طبعا عرفتها طبعا انت ديما قول لي كيف كنا نعطينا الاجابه بعد عامين بعد كده تعطينا الاجابه بعد عامين لما انا قايل لكم على 3 فوازير من اول ما جيت هنا في الاستوديو ولا واحد فيهم طلعها اصلا صح معقول جدا معقول معقول تعرفها ايمن ما تعرفيش سهيل ما تعرفيش عالي في العلالي عالي في العلالي لحم رخيص ودمه غالي حتى من الحفاظ حفظتها المغرب سيدي هاوكا يتعصر سيدي هاي تعطش من هاك لا عدا حمزة كده بتغششهم بقى لا السيترون نعم مش السيترون يا سهيل نعم مش السيترون يا سهيل اما غير ما في الـ في الـ في الزون هذه كما راهي حاجه سهله برشا 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 راه ما عليكم كان تجاوبوا على الاجابه وتطلعوا التشرشينه نتاعنا على الباج اوفيسيال نتاعنا تجبوا تدخلوا وفي التيراج او سور باش تربحوا كادو مزيان برشا برشا من اهداء الفريقي جي سام وقيد التشنشينه تشنشينه ما
بعد شوية اكيد الغسيت باش تكون حاضرة ودبارتنا باش تكون حاضرة من المالح والحلو اكيد مع شيفنا العزيز امين الرماح، ودائما موزيكتنا اللايف حاضرة لهنا. حمزة بالشيخ باش يعمل لنا جو اجواء حلوة توصلكم هكا وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا. يلا ملا يا جماعة خليكم برونشي، هذا هو جونا عجلونا على التسعين ثلاثة. يلا نكمل معاكم حتى الخمسة. بنت رمضان بنت رمضان بنت رمضان. مرحبا بالناس كل ما عند موجود علينا هكا متواصلين معكم ومكملين معكم الاجواء الرمضانيه. نعاودوا نذكركم اللي بعد شويه اكيد باش تكون فما غوسيت تشيكال، هو باش يكون بحضنا الشيف باش يعطينا الغوسيت نتاعنا ما بين المالح والحلو. وايضا احنا لو قريت هذا ينضموا لنا الجروب الكل والفريق الكل باش ندخلوا هكا لدياركم بالاجواء الرمضانيه اللي ديما محفلين لكم مع حمزه بالشيخ. اليوم حمزه اكيد محضر لنا حاجه مزينه مع الاكيب. مرحبا يا حمزه. مرحبا يا سيف، ماكش جيت سيف؟ مرحبا بك. نعملوا شويه امبيونس للساده المستمعين اللي يسمعوا فينا. اليوم باش ندخلوا لكم لكوجينتكم ولدياركم، ندخل لكم بغنيه قرويه زمنيه مزيانه برشا ان شاء الله تعجبكم. تري بيان، ايوا يلا سيدي. Thank you.
صحة حمزة. أنا متأكدة اللي الناس كلها كانت في الكوجينة، الناس اللي قاعدة تسمع فينا هكا شركتنا الأجواء هكا المزينة وجو التونسي جو القروي. يعطيك صحة حمزة مرة أخرى، وهذه مش غريبة عليك سيدي دي ديما هكا مدللنا بالأجواء. إن شاء الله نحفظكم ديما هكا بالحاجات اللي تنوركم واللي ديما تحطكم في القالب بتاعكم وفي جوكم وفي شيختكم، وانتم توا هكا في الكوجينة قاعدين متسلطنين معانا هكا وجوكم أحلى جو إن شاء الله. تري بيان سيدي، مرحبا بيك. وأنا توا زادت الشيخة والأمبيونس وقت اللي زاد بحثينا الشيف أمين الرماح، ونزادت نزاد الخير أكيد للإكيب بالحضر والوحدكم. بالعادة يا خيل سيروا بالعادة، مدفع الإفطار بتاعنا وصل يا خيل سيروا. شرفت يا مدفع. مرحبا مول، مرحبا أمين. ألو خليكم من برانشي لو تون اللي شوف مين هكا انسل روحه قعد بحضينا وحضر لكم الغسيت. بنة رمضان، بنة رمضان، بنة رمضان. غسيت تكال، غسيت تكال. يلا دائما شفنا محضرنا اللي غسيت البنينة والمزيينة. شف مرحبا بيك مرة أخرى، توحشناك سيدي توحشناك. خليت علينا بلاصتك راهو كي من أول الحصة لتو تخلي بلاصتك، والله تخلي بلاصتك. ريت 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 نور فما كان أنت حاسبة بلاصتك. إي والله شيء لكيف الكل حاسبة بلاصتك يا سي أمين. مرحبا بيك. أيوا وي بالهليل نعملوا الدخلة نتاعنا. مساء النور، مساء النور نور، مساء النور سي حمزة، مساء النور السادة المستمعين. بدينا نخلقوا شوية توا من الوقت والقعدة في الكوجينة، وبدأت الطقس بدا يسخن شوية، وبدأت الأخلاق نقولوا احنا بدأت تضيق شوية. قلنا علاش ما نعملوش توا وقيت يسخن الطقس، ماذا بينا نعملوا حاجات شايحين. هكا جيت على بالي روسيت هكا خفيفة نظيفة ما تشدش وقت، جيت فيه وما تسحقش لا برشا قضية لا برشا مصرية. أنا إيكونوميك مني في الوقت في الفلوس في كل شيء. دونك احنا مش نعملوا أمبلا اسمه بيكاتا، بيكاتا بيكاتا ميلانيز. هي احنا مش نعملوها مدة فيه شوي. هي أباز دي سكالوب، هذي معنا نعمل سكالوب دان سكالوب دي بولي ولا سكالوب دي فو بتبيع نول كل واحنا لحم العجل. معناها نقولوا احنا تقرب شويه للحمه الطن، ما غير فارس، ما غير فارس. معناها تجي ام بلا نقولوا احنا اللي ترونش تسكالوب تجي في الصوص تكون سالي شويه. معناها الصوص تكون بالكبار كل نعمله معاها هكا كوم اكومبانيمون مقرونه نقولوا احنا نسميوها بالتونسي كذابه كذاب. دونك احنا مش نعملوا البيكاتا هذا، مش نعملوا موديفي شويه. وفي انا قلت لك احنا الطقس سخن شويه، نعملوا حاجه شايحه حاجه مقليه ومن طول مش تكون مش تروح صحيه ما صحيه شويه. دونك باش ناخذوا احنا البيكاتا نتاعنا باش ناخذوا اربعه طروف، معنا البلا فور كات بيرسون، باش ناخذوا اربعه صدور دجاج ولا اربعه طروف صدور دجاج. باش نعملوا لهم المارينادة نتاعهم في شويه متهردنا نسحقوا شويه غرفه متهرد شويه ملح فلفل اكحل، باش نسحقوا زاده شويه بازيليك حبق شايح. هذوما للسيزون مون معناها المارينادة نتاع الصدور الدجاج نتاعنا. باش نسحقوا عظم وشابلور، هذا باش نعملوهم باني. باش نسحقوا 100 غرام فرماج، 20 غرام كبار للي يحب الكبار، واش نسحقوا زيتون اكحل دينويوتي. بالنسبة قلنا لل معناها ناخذ لي ترونش دي سكالوب باش نعملو المارينادة نتاعهم، بعد نعملو نحطو في العظم فارين عظم شابلو، نعملو معناها نعديو المارينولا على الفارين من بعد العظم بعد الشابلور نتاعنا. إذا نحبو تعملك الكوش إيباس بانور فما أسوس كما نقولوا احنا كي اف سي نقولوا كل تشيكن فرايد. ناخذوا المارينادة نتاعنا هذاك الفاح نتاعنا، نزيدوا شويه فلفل احمر باش يعطينا سافور في القليل، ونحلوا عليه شويه ماء ونزيدوا الفرينه مع الماريناد يكون ديلوي شويه ما يكونش عاقد. دون فاسون كي نزيدوا الفرينه يبدا كونسيستانت ايبيس يبدا كله احنا عاقد شويه. هذوك ترونش الاسكالوب تاعنا في المارينات وفي الفرينة هذيك،
خرجوها ونرميوها في المقلاتو تعطينا كل فاسون كي تطلع عادة. خليني عادة من بعدك عادة كنت تخطريشة أول تخطريشة عادة. المهم يكون معنا زيت سخون زيت سخون برشة 180 درجة في معناها في الليتاب هذه ما نسحقوش البلور اذا مش على الماريناد نتاعنا نزيدوا الفرينه ونحلوا بالماء بالفاسون ما يكون دافي شويه بالطبيعه باش ما تكعبرنيش الفرينه خويا هذه معناها لاستيوس باش ما تكعبرش الفرينه بيان سور نتعداو اللذان و يعطيك الصحة شيف أمين حتى معدل حتى في الوقت حتى في وقت الأذان يلا نرفعوا لحضراتكم أذان صلاة العصر تسويت وارجعينا بنة رمضان بنة رمضان يلا تقبل الله هو صلاتكم بمزيد من المغفرة وثواب احنا مازلنا متواصلين معكم ونكملوا في البيكاتا نتاعنا بيكاتا هكا ولا شايف الوغ نعاودوا نذكروا المستمعين اللي هي اباز ديسكالوب اي يعني قلنا تنجم تكون اباز ديسكالوب ولي اسكالوب دو داند وتنجم تكون حتى اسكالوب دو فوما ناخذوا احنا شويه اللحمه بقريه تكون جويده من ذبينا ولا صبتوها نقولوا احنا بالعامية أيوة. كل واحد وذوقه والبول يحب يلقاه بطبيعة دونك احنا باش نعملوا الماريناد متاعنا قلنا لللحمة اللي باش ناخذوها باش نعملوا لها موتارد باش نحطوا فيها شوية كريم فرنش باش انا باش نخدمها اباز ديسكالوب دو كولي باش نحطوا شوية كريم فرنش شوية موتارد باش نحطوا ملح وفلفل اكحل شوية بازيليك شايح اللي هو الحبق شايح باش نحطوا شوية بابريكا في الاخر شوية قولوا احنا فلفل احمر معناه يكون حار شويه هذيك المارينه باش نخليوه احنا الدجاج نتاعنا ياخذ وقته معنا ومينيموم ساعه ساعه ونص ساعتين ياخذ وقته من بعد نحيو كتروف الدجاج نتاعنا ناخذوا اللي قعد احنا نقولوا ملفاح معناه في الماعون اللي باش نعمل فيه المارينه صبوا عليه مغرفه فرينه بعد نحلو عليه بشويه ماء دافي لين تولي عندك في البريباراسيون معنا بريباراسيون عقدة شوية كونسيستانت إيبس إيبس دونك هذيك نهبطوا فيها 12 إسكالوب ونرميهم طول في المقلة تكون معنا درجة الحرارة المقلة 170-180 درجة باللي معنا رومارك صغيرة لنا عمرنا ما نقلو في زيت زيتونة خاطر زيت زيتونة ما معنا ما يوصلش يزفتر نقولوا معنا درجة الحرارة الماكسيمال متاع زيت زيتونة راهي مش كيما زيت نبات واضح معنا عنده زيت زيتونة لازموش يفوت 140-150 او جرو ماكسيمال عشان كده ما بيروش فيها شيء ما بيروش فيهم عشان درجة قبل الناس قبل كانوا يقليهم قبل كان كل شيء على نار بس يستخدموا في التطيير مش كيما احنا توا في معنا في مودرن نقولوا احنا في الحياة العصرية كل شيء مزروب قالينا كل شيء نعملوه في النار قوية كل شيء نطيبوه على نار عالية مثلا بل ما كانوش يحرقوا الزيت كانوا حتى يطيبوا على الكانون ولا حاجة كده على نار هادية عن الخير صح هذا هي السلبيكات عندنا طول لترانش اسكالوب باني بتاعنا مش نعملوا سوس تومات خفيفة بتبيعة بتومات كتال مش نحطوا فيها شوية تومات كونسنتري مش نحطوا فيها اشترى مغارفة هروسة حارة حارة نجبدوها شوية الفروين ونجمو نحطو احنا اذا اللي يحب حار يحط شويه فلفل برعبيد معاه اللي ما يحبش ما يحبش ديجا انا يزيد فيها بيد هروس احنا مش نحطو ديجا في السوستومات هذيا باش نزيدو فيها زيد التومات فريش التومات متعب ايوه باش نحطو شويه كبار وشويه زيتون اكحل فوالا السوستومات هذيك باش نسحقوها لدو بريباراسيون بريباراسيون الاولى اللي هي باش نسحقوها للسباجيتي اللي هي البات اللي باش نعملوها مع البيكاتا وباش نسحقوها للبيكاتا في حد ذاتها ناخذوا احنا شويه من السوستومات نحطوها في الاسكالوباني نحطوا الفروماج تاعنا ماذا بينا يكون هكا فروماج بنين معناه يمشي الدرياج يتحط في هو راي دو باز بيكاتا يعملوها بالبارميزان البرمزان في الجراتيناج راهو يعطي حاجه برمزان. حاجه واو 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 دونك كل المعنى اللي قعد لنا من السيستم باش نعملوا بيه المكرونه نتاعنا يعني باش ناخذوا احنا سباجيتي باش نعملوا احنا بسباجيتي ريت
الوقت اللي يبدا محطوط على باكو سباجيتي راه ذاك لو طون ريال تخرج لك الباس بات الدنت. احنا لهنا نكسروا سباجيتي نخليوها تطيب ربع ساعه واربع دراج وهاي لسقت وهاي عجنه ايه عدم عجنه ربع ساعه برشا برشا راهي ماكسيموم تاع البات ما تفوتش 9 دقائق 9 دقائق فوالا. طيب با في ماء يغلي بالطبيعه يكون مزيت شويه فيه شويه زيت شويه ملح, ملح. الزيت علاش باش ما يسقلناش صحيح راحت بعض يعمل سيباراسيون والملح خاطر كاتاليزور معناه يسرع عمليه الغلي. هذه يا سيدي البلا تاعنا باش نحطوا هكاك ترونشيت بيكاتا غراتيني يبدو في الفور معاهم شويه سباجيتي وكاو وهذه البيكاتا نتاعنا. الوغ معناها نتصور بلا مكتمل فيه البات فيه التشيكن فيه بون مقلي شويه ما يسيرش احنا هذول ما عملنا حتى شيء نعملوه في الفور نعملوه في الفور معناها في عوض انه يكون مقلي نجمو نعملوه في الفور درجه حراره 220-210 نعملوا نفس البريباراسيون ما يلزم يكون نحطوه معناها على البلاتو ولا الحاجه باش تايبو فيها الفور تكون ديجا سخونه باش طول يعمل رياكسيون طول 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 تعمل رياكسيون تاعك الكولوراسيون نتاعها وتبشميتها فوالا. الوغ بنينه برشا نصور البيكاتا هذه سهله برشا نجموا نجربوها يا جماعه في في الدار. سينو هذه فيما يخص الاسالي السكري السكري باش نعملوا اليوم باش نعملوا حاجه باش ياخذ شويه وقت اما حاجه بنينه ياسر انا ديجا قاعد نحضر في روسيد البارح والله قعدت هكا نتخيل حطيت يدي على خدي وقاعد نخمم ونفكر في الجو في المطعم وفي الدنيا كلها. هذه الشيف يذكر فيها وجو مطعم حاجه سبيسيال هذه حاجه سبيسيال هو أنا نحب حاجه هكا معناها لي سافور هذوما. انا اليوم ديجا قاعده نلوج على ديسير انا نحب نروح نعمله. ايوا باش نعمل باش نعطيك ديسير اما راهو باش نوسع بالك عليه نوسع بالي عليه باش نعملوا دي شوسون اليوم شوسون لا كونفيتور لي باز لي شوسون هي فورما معناها نقولوا نعملوها بالعجين نجيب البات فيتي بالبات كيما عملنا التشيروس هذوك تشيروس اكثر يمشي باتاشو معناها فريتور حاجه مخلة هذايا لي شوسون معناها اباز دو بات البات لوفي فيهم الخميره وميم طون باش يكونوا طايبين في الفور ما يتقلوش كيما احنا نقولوا الفورما نتاع البريك دانوني اللي نعملوها ولا نتاع لسالي صغار اللي نعملوه محنا الباتي فهمتك قبل يبدو عنا كليمول بلاستيك كل نص هكا هذيك هي واضح بيه دونك ناخذوا لي زانغريديون باش نعملوا لي شوسون تاعنا باش نعملوهم كبار بالطبيعه مش في الفورما هذيك ندخلوا في لي زانغريديون نبداو بالبات نتاع لي شوسون باش نعملوا احنا باتا بان معناها باتا خبز واضح يكون باتا بان معناها تكون خفيفه ليجير مش كيما الخبز يعني بريسك بريوش بان بريوشي قريبه شوي باهي دونك باش نسحقوا زوز اصفر عظمه زوز اصفر عظم معاهم ساشي سكر فاني 350 غرام فرينة 350 غرام فرينة 75 غرام زبده 45 غرام سكر عادي 45 غرام سكر عادي اي باش نسحقوا 15 سنتيلتر حليب دافي شوي حليب دافي بالنسبه نقولوا احنا لليفور معناها الخميره باش نسحقوا شطر ساشي ليفور بولونجير شطر ساشي معناها نتاع خبز مش باتيسير ومش شيمي ليفور نتاع خبز ليفور خبز باهي باش نسحقوا بالطبيعه طريف ملح هذيك ملح ديما باش تخرج البو عادي وباهي دونك بالنسبه للفارس نتاعنا نعطيو توا لي زانغريديون فمره بعد نعطيو البريباراسيون باهي الفارس نتاعنا انا اخترت كل واحد شنو يحب باش نعملوا هكا كيما نقولوا ميلونج فروماج فروي روج ميلونج نعملوا هكا فروي روج بالنسبه للفروماج نجمو نستعملوا الموتزاريلا العربي بالطبيعه نجمو نستعملوا لي فروماج فري ريغوت وما يتبعوا نجمو نستعملوا معناها الموتزاريلا زاد يستعملوها في الحلوه في بالك انت جرب الموتزاريلا العربي مثلا معناها نقولوا احنا موتزاريلا باهي فيها حليب جرب معاها فروي روج انا ناكلها كيكا نيا انا ناخذ كعبه موتزاريلا سواء البوفالو اللي هي تبدا احنا نقولوا مدوره كعبه قصها في الوسط حط فيها شويه مثلا معجون حط فيها عسل
الكامامبير مثلا. اه وي سي فري الكامامبير روتي. الكامامبير يجي بالعسل بالعنب بعسل معناها اللي فاهمين نتاع الميل وما يتبعه من العنب للزبيب للعسل للمعجون للكراميل كل شيء. شهيتنا يا شيف به موزاريلا قلنا يجي مع معنا يجي معاه الفروي روج. احنا باش نعملوه تاو بالفرماج فري ولو احنا كيما الفريدو اي فوالا باش نزيدو عليها 50 غرام معجون بطبيعه الدكان باش نعملوه احنا هكا بالفريز بالفريز فوالا. نجمو نعملو ميلونج معنا نعملو دو بريباراسيون نقسمو احنا كيما نحبو مع بعضنا وباش نسحقوا مغرفة كريم فريج باش تعطينا الكوتين تاع لاسيديتي في وسط البريباراسيون. واه بخير كاب نجمو زادا نعملوها بالكومونبي نور داخل هكا بش انا كله الا جبن. شوفي تحكي لي مع جبنك ضيعتني كاب زي سحت مع جبن. نجمو نعملوها بالكومونبي راه الكومونبي كيدخل للفور حاجة أخرى دنيا أخرى حاجة واو بالحق حاجة أوكي هاو إن شاء الله هكا الجماعة يجربوها. شوف نتور هذي هو ولا مزلنا احنا نتوش نبدو اي نتعدي البريباراسيون دونك لي زانجريديون واضحين. دونك نبدو بلي تابلولة نركضو العظم مع السكر والملح وبعد نخلطو شوية اللي الحليب الدافي ومن بعد باش نخلطوا الخميره. فما اللي يعمل لوفان لوفان هو يكون يعملوه بالحليب والسكر والخميره يعملوه وحدهم معناها يعملوه باللول ويخليوه يقعد وقت لين تعمل لك الكشكوش على الخميره سوتو لو فور بورانجي. في معناها في البريباراسيون تاعنا نجمو نعملو لوفان ونجمو ما نعملوش انا نخلطوهم نقولوا احنا كل واحده بليتاب بليتاب. دونك ليتاب الاولى نركضوا العظم مع السكر بعد نخلطوا الملح بعد خلطوا الحليب الدافي بعد شخلطوا الخميره دونك ليتاب ثانيه نزيدوا الفرينه نتاعنا شويه بشويه بالطبيعه تكون معناها مغربله جوا باهي. بعد ليتاب ثالثه باش نخلطوا الزبده. الزبده راهي مش ذايبه باش نحطوا دي مرسوم عباره باش نعجنوا سوالي عنا عجينه باش نحاولوا معناها انكوربوري ندخلوا الزبده نتاعنا في وسط العجينه نتاعنا ونعجنوها بريود نحاولوا كسروا البات بتاعنا نقولوا احنا نخرجوا كل الهواء اللي فيها. دونك ليتاب الرابعه باش نخليو البريباراسيون هذه اللي حضرناها مع بعضها باش نخليوها ترتاح مده ساعتين. بعد نعملوها ديبول معناها صغار خليهم بعد ما نعملوا ديبول بتاعنا خليهم يرتاحوا مده 30 دقيقه معناها بعد ما نكعبروهم نقولوا احنا. ليتاب الثالثه باش نعملوا نحلو ليبول متاعنا نحطو فيها كفارس نسكروهم بطبيعة تكون ارميتيك معنا ندخلش الهواء باش ما ندي بيش الفارس داخل باش ما تميز ليش البريباراسيون باش ما تفسدش. دونك نسكروها نجمو نسكروها مثلا بطرف متاع سكينة بطرف متاع فرشيطة معنا ننزلو عليها سورتو معنا على جناب واش دونك بعد نعملو الدورير نتاعنا الدورير نجمو نعملو بالجون دوف نعملو نجمو نعملو جون دوف وسكر ديما باش نبعدو على السفوري خاطر البريباراسيون السكري هي نجمو نعملوها بالحليب والعظم والسكر كل واحد ينجم باش نعملها زبدة كهوة زبدة كهوة زبدة دايما واضح. دونك نكملو البريباراسيون نتاعنا فرسيناها حضرناها جوابي مرتاحة ما تقعد كان ندخلوها للفور تيب المدة 15 دقيقة على درجة حرارة 200 درجة. تري بيان. صحة وبالشفاء. قداش تقعد شايف هذا كان؟ اي تقعد 15 دقيقة. 15 دقيقة. بريباراسيون نتاعها هي اللي تشد الوقت. أنا نتصور شيف هذا عرفت كي تخرج من الفور أنت تقصها هكا على اثنين. وهي تبدا ريقتها سايلة. فوالا. تبدا كي الجبن. ويبدا الفوي روج وتبدا الفاخس هكا نتاع الكونفيتور وكل شيء هكا. نودكم ونشاهدكم يا جماعة الوغ الغوسيت ايش عطاها لكم الوغ ما عليكم كان تدخلوا للكوجينة وتعملوا على ذريعاتكم وتحضروا العمدون نذكرهم باسمها الأكلة هذي شوسون يتسمى شوسون الوغ دي شوسون نجموا يجوا بالبات فيتي احنا عملناهم اليوم بالبات لوفي معناها باتا بان
كيما البامبر يوشي بريسك قريبة البامبر يوشي. ولا يعطيك صحة شيف على الغسات الحلوة والملحة. اليوم يعطيه صحة الشيف نوع لكم في الماكلة بلقدة بلقدة كيما العادة، وماكلة تعمل 66 كيف وقريتها لمحانا في رمضان مدام في النص الثاني احنا ديجا وصلنا نوعه بالطريقة هذه. يعطيك صحة مرة أخرى الشيف. هذه كانت غسات شوكالا بنت رمضان. بنت رمضان بنة رمضان نكمل معكم حتى للخمسة امتع العشية لقية ذات عودتو بي ونيجيكم حمزة بالشيخ ويحكينا احكي مزيانة من صندوق عجب. صندوق عجب صندوق عجب. مرحبا حمزة بالشيخ. عسلامة عسلامة. مرحبا مرحبا. اليوم هالصندوق خرجنا منه 24 ولاية. الله 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 صلي على النبي. شن نذكروا ال 24 ولاية، شنو الأسامي اللي تسميت بهم قبل، شنو كانوا يناديوا للولايات قبل، كيفاش كانوا ينطقوهم، شنو هي الحضارات وكل ولاية وعلاش تسميت وكيفاش. هيا نسمع مع بعضنا. معناها من بنزرة البنقردان. صحيح 24 ولاية. تخي بيان. هيا سيدك نبداو ولاية بن عروس. بن عروس. ولاية بن عروس هي نسبة للولي الصالح أحمد بن عروس كما نعرفه اللي هو ولي صالح وعالم وفقيه تونسي. ولاية نابل هو اسم يوناني ويعني المدينة الجديدة. ولاية باجة قديم الزمان كانت باجة تتسمى فاغا من عهد الرومان وتعني البقرة الحلوب وإلا سنابل القمح، وكي صار الفتح الإسلامي واللي يسميوها باجة. ولاية أريانا يقولوا ولاية أريانا اللي هي اسم إيراني ويعني بلاد الإيرانيين. بنزرت بنزرت اسم يوناني ويعني الحصان الذهبي. ولاية صفاقس فمشكون يقول اللي أصل التسمية يرجع للقائد الأمازيغي سيفاكس. سيفاكس اسمعنا بها حكاية. تطاوين هو اسم أمازيغي ويعني المنابع أو العيون الجارية باللي فيها الماء وكل شيء. توزر يقول بكري اللي التسمية هذه ترجع لمرأة خزافة اسمها توزر، وثم تفسير آخر لاسم توزر في اللغة الأمازيغية يعني المرتفع أو الهضبة. تونس العاصمة معنى الاسم يرجع للآلهة اللي كانوا يؤمنوا بها متسكنين المدينة في العصر الفينيقي وهي الآلهة تانيت، وفي اللغة الأمازيغية تونس تعني المخيم الليلي ولا البلاصة اللي يتوقف فيها المارة ويعديوا الليل فيها. منوبة هو اسم من أصل بونيقي، كلمة منوبة هي تركيب لمنة ومعناها الخير، ووبة معناها السوق. كي لصقوا هالكلمة هكا لبعضها تولي سوق الخير. سوق الخير اسمع السوق. منا ووبة عرفتها. جندوبة هو اسم بربري يتكون من كلمتين، الكلمة الأولى جن تعني سوق، سوق والثاني دوبة تعني القمح، وكي لصقوها لبعضها تولي سوق القمح. زغوان يقولوا اللي أصل الاسم هو اسم لاتيني زيكا أو أكوا، وتفسير هالكلمتين يعني ماء بطبيعة نظرا لثرواتها. كما نقولوا تعرفوا زغوان عندها برشة ثروات هائلة في الماء، ونعرفوا اللي زغوان تشتهر بالحمامات الطبيعية. زغوان ولاية على فكرة. أي ولاية زغوان. توا سليانة اسم سليانة مقتطف من اسم سليان وهو اسم أمازيغي يعني العالي بمعنى الهضبة. سوسة سوسة المحروسة. سوسة المحروسة هالاسم استعملوه المسلمين والمرجع أنه من أصل أمازيغي. في المقابل نلقاه برشا بلايس في شمال إفريقيا تحمل نفس الاسم، مثلا في المغرب ثم مدينة سوس وسوسة أخرى في ليبيا. به المهدية كما نعرفه اسم منسوب للخليفة الفاطمي عبد الله المهدي الفاطمي. سيدي بوزيد تعود هالتسمية نسبة للولي الصالح سيدي بوزيد. سيدي بوزيد جيبس قبل كانوا يعيطولها تاكابي.
وثم شكون يقول هالاسم هو اسم قديس روماني اسمه تاكا بيس. قبلي أصل تسمية مدينة قبلي هو اسم لاتيني اللي هو كابيلا، معناها الـ 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 المصلى اللي في الكنيسة كابيلا. القصرين، ترجع تسمية المدينة نسبة إلى قصرين في عهد الرومان، خاطر فما كانوا قصرين في عهد الرومان. ده توا قفصة. قفصة هو اسم لاتيني واشتقاق عربي للتسمية اللاتينية كاباسا، ويعني الحضارة الحجرية القديمة اللي كانت معناها موجودة في البلاد هذيك وقت هذيك. توا نجيو للقروان. القروان هو اسم فارسي كيروان. كيروان بمعناه أنه يقصد به المعسكر أو المكان الذي يدخر فيه السلاح. توا الكيف. الكيف كانوا يقولوا لها قبل سيكا فينيريا. سيكا فينيريا، سيكا فينيريا اللي هي ولاية الكيف، نسبة لفينوس آلهة الحب والجمال. الله. بالحق اسم أنا شخت عليه سيكا فينيريا. شخت عليه بالدي. بيه ولاية مدنين هي اختصار لكلمة مدنيين. جمع مدني يعني مجموعة سكانية، هيك علاش أطلقوا عليها هالاسم هذا. نختموا أخيرا بولاية المنستير تعني دار العبادة، وتسميت بهالاسم نظرا لكثرة المعابد اللي انتشرت في المنستير في العهد الفينيقي. ملا معلومات قيمة وقيمة جدا الحقيقة اللي نفتقروا لها هالبريود هذه. ما عادش برشا هكا ملغوز محطة صغيراتنا والجيل اللي طالع ما يعرفهمش لو الحاجة اللي هذا مصل التسميات لا فيها جزء إسلامي جزء لاتيني لا حضارة حضارة شاملة كبيرة طبعا كبيرة كبيرة. على فكرة في عندنا في مصر قبل الإسلام يمكن ب6000 عام كتير. في عندنا في مصر ولاية أو محافظة اسمها الفيوم مشتهرة جدا بالمناظر الطبيعية، فيها قرية، القرية دي من أجمل القرى أو المراكز في الفيوم اسمها تونس. قرية مصرية في الفيوم. القرية دي سمعنا بها الحكاية، جميلة جدا جدا جدا، هبقى أبعت لكم الصور بتاعتها. شلالات كان فيها يعني يقال إن من أحد مؤسسيها اتسمت على اسم واحد تونسي كان موجود فيها أو هو اللي سماها تونس. كجزء من يعني كأنه نقل جزء من تونس في مصر. في مصر. فدي بمناسبة يعني أصل التسميات. يعني أنتم في حتة من عندكم عندنا. ونحن على الحضارة العزيزة الغالية اللي عنا والكبيرة في بلادنا. أنا اخترت غدوة باش نعطيكم تو أفونغو صغير. باش نعطيكم غدوة حكاية. صدقني حكاية بألف حكاية. اللي هي تحكي. تحكي على أصحاب الكهف. الله الله. مربوطة الله. عندها الله. عندها ربط روحي وجسدي في تونس. الله الله الله. أصحاب الكهف. أصحاب الكهف. خبيا هكا شوقتنا. اللي هي القصة اسمها الرقود السبعة. الرقود السبعة. الرقود السبعة. الرقود السبعة. هيا خليكم غدوة بالحق. الرقود السبعة. ولا بالانتظار. ليه بالحق يعطيك صحة حمزة بالشيخ اللي ديما هكا منورنا الحقيقة. علاش منورنا؟ منورنا حتى عقولنا يعني والفكر غير الموضوع. العفو العفو العفو. أنا منكم نتعلم وأنا جيت معاكم عزة وحب وافتخار وكل شيء. وإن شاء الله ربي يخلينا هكا لبعضنا ويفتح بسيرتنا. بعد لا يتواضع إلا الكبير يا سيدي. الحق والله صدقني انا راني نحشم في طبيعتي راني ما نحبش شكون ما نحبش نتعالى على شكون ولا خاطر انا بالحق انسان ونخطئ ونجم نتعلم فلذلك انا منكم واليكم. يعطيك الصحه سيدي مرحبا بك وبلاصتك دائما موجوده عندنا ومشكورين الكل اللي دائما يقدمونا في التهاني وخاصه في الكلام الحلو اللي يوصل لنا بالحق على كل الفقرات. مشكورين الناس الكل. يعطيك الصحه حمزه مره اخرى. هذه كانت صندوق عجب. بنت رمضان نرجع معكم في بنة رمضان ومكملين آخر الدقائق دائما بمختلف الفقرات وتوت سويت لقيت ذي نكملهم مع صلاح في مع المصري. مع المصري وتوا وقيت مع المصري.
مرحبا يا صلاح. يا مرحبا يا نور. انا والله الوقت اللي احنا بيكون فيه في الفاصل الجو اللي احنا بنعمله بصراحه انا الاوف يعني يا ريت الساده المستمعين معانا هنا في الاستوديو يعني تخيل احنا نشاركوهم نحاولوا دائما اما حتى نقول لهم راه فما احاديث هكا جانبيه او حتى الناس اللي تتسائل شو نعملوا في وقت الموسيقى راه باغ اكزومبل اللي تحكي باغ اكزومبل في الفقرات راه نقعدوا نكملوا بطريقه يعني ما تتوقعوها بالضبط اكزاكتلي النهاردة في قصة عالمية يعني أيوة. قصة عايز كلكم تكونوا مبسوطين ليها جدا وهتعجب جدا السادة المستمعين وهتعجبكم. قصة اسمها عبد الله يرث وعبد الله لا يرث وعبد الله يرث. ايه قصة عبد الله يورث وعبد الله ما يورثش وعبد الله ما يورثش وعبد الله يورث زوز يورث وعبد الله ما يورث واحد ما يورث. ايه القصة دي بعرفها كويس هذه انا ما نعرفها توكل على الله. ايوه قال لك كان في قبيلة القبيلة دي كانت مشهورة جدا ان الرجالة واهل القبيلة شدة الذكاء والحكمة وكان في القبيلة دي راجل حكيم جدا مشهود له بالتقوى والصلاح وكان دايما يعني النور بيخرج من وجهه لشدة تقواه وصلاحه وهدايته. وكان عنده ثلاث أولاد من الذكور. الثلاث أولاد دول سماهم الثلاث عبد الله عبد الله وعبد الله وعبد الله لحكمة ما يعلمهاش غير ربنا سبحانه وتعالى. عدت الأيام والشهور والسنين والأولاد كبروا فالشيخ العجوز أصابه مرض فكتب الوصية بتاعته. فلما كتب الوصية بتاعته بعد ما مات جم يقرؤوها لو مكتوب في الوصية بسم الله عبد الله يرث وعبد الله لا يرث وعبد الله يرث اللي هما في الميراث بتاعه. فالتلات ولاد تتعجبهم يعني قالوا ليه أبونا عمل كده ومين فينا عبد الله اللي مش هيورث. فقالوا الحل اللي احنا نروح لأحد القضاء علشان ينظر في أمرنا ويحل المشكلة بتاعتنا. وكان القاضي ده في مكان بعيد عنهم لكن كان مشهور بالحكمة والذكاء وكانت الناس بتروح له من كل البلاد علشان يحللهم المشاكل. فهما ماشيين التلاتة يعني أعدوا العدة وقصدوا ان هما يروحوا للقاضي فماشيين في وسط الصحراء فقابلهم راجل بيجري فوقفوه فقالوا له انت بتجري ليه وبين عليك اثار التعب. قال لهم ما شفتوش الجمل بتاعي الجمل بتاعي كان معايا وهرب مني في الصحراء. فعبد الله الاول قال له الجمل بتاعك اعور. فالراجل اتعجب قال له فعلا اعور. فعبد الله الثاني قال له الجمل بتاعك ده ذيله مقطوع. فالراجل زاد تعجبه وزاد دهشته قال له فعلا ذيله مقطوع. فعبد الله الثالث قال له الجمل بتاعك اعرج. فالراجل خلاص فرح جدا قال طالما هم وصفوا الجمل بتاعي يبقى هم لقوه او شافوه او الجمل معاهم. قال لهم فعلا الجمل بتاعي اعور وذيله مقطوع واعرج. فين الجمل بتاعي؟ قالوا له والله ما شفنا الجمل بتاعك. قالوا له ازاي؟ قالوا له اقسمنا بالله ان احنا ما شفنا الجمل بتاعك. قال لهم معنى ان انتوا وصفتوا الجمل بتاعي بالاوصاف دي اللي ما يعرفهاش غيري انا يبقى الجمل بتاعي معاكم وانتوا حراميه. يلا بينا نروح للقاضي. قالوا له احنا كده كده رايحين للقاضي عشان نشتكي له في امر ما فتعالى معانا. فدخلوا على القاضي السلام عليكم. فالقاضي قال له عليكم السلام. فقال لهم قبل ما تحكوا القصه بتاعتكم انتوا جايين من سفر وادخلوا استريحوا. وامر احد الخدام ان هو يحضر لهم مأدوبة من الطعام وجاب قال احد الحراس يراقبهم ويشوفهم بيقولوا ايه ويتكلموا ايه مع بعض بيحكوا ازاي. فاول ما الخادم دخلوا معاه الاكل فاحد الاخوه قام جاي قال ايه في حد بيراقبنا او الملك بعت حد يراقبنا فخلوا بالكم من الكلام اللي انتوا بتقولوه. فدخل الاكل كان الثلاثه عبد الله وكان معهم الراجل صاحب الجمل. فهم وقاعدين بياكلوا فعبد الله الاول قال اللحمه اللي احنا بناكلها دي لحمه كلب وليست لحمه معز او اغنام. وعبد الله الثاني قام جاي قايل وان المراه اللي طيبت لنا الاكل وعملت لنا الخبز امراه حامل في الشهر التاسع. وقام جاي عبد الله الثالث قال والقاضي الذي سيحكم بيننا ابن حرام وليس ابن حلال. يعني الله يعني ما بين قوسين كده ابن زنا. فالخادم كان بيراقبهم وبيتلصص عليهم وسمع كل حاجة وراح بلغ القاضي بكل الكلام. فالقاضي تعجب جدا ازاي لحمة كلب وازاي المرأة حامل. فراح استدعى مين الجزار وبعد السؤال والضغط على الجزار قال له اعترف وإلا حبستك اللحمة دي لحمة ايه. قال له يا سيد القاضي القطيع بتاع الأغنام والماشية كان متأخر من برة فلما انت قلت اعدوا المائدة او مأدوبة الطعام فانا خفت لا تأخر فانت تعاقبني فلقيت كلبي فذبحته وقدمت لهم الكلب على اساس ان هو ماشيه.
فالقاضي تعجب جدا من ذكائه، فراح للمرأة علشان يتأكد منها ويشوفها فعلا حامل ولا يعني من حامل ولا مش حامل. لها فعلا حامل في الشهر التاسع. بقى مين الحاجة الثالثة؟ ان عبد الله الثالث لما قال على الملك ان هو ابن حرام، فالملك قال طب انا اتأكدت ان اللحمة مش لحمة ماعز وان المرأة حامل، طب اخاف ادخل لامي اسألها اطلع انا مش ابنها واطلع ابن حرام. فضل متردد متردد، فدخل لامه بعد السؤال وبعد ما ضغط على امه فعلا امه اقرت واعترفت ان هو ابن رجل اخر. فالقاضي انصدم جدا جدا وما بقاش عارف يتصرف ازاي ولا بقى عارف يقول ايه، فتعجب فراح جدا طلب في ارسالهم ودخل قاعه المحكمه وجاب الثلاثه اللي اسمهم عبد الله وجاب الايه صاحب الجمل وقال لهم احكي له حكايتكم بقى وايه الحكايه بالظبط. وبدا بمين؟ بصاحب الجمل. فصاحب الجمل قال له يا سيد القاضي انا كنت ماشي والثلاثه دول قابلوني والجمل بتاعي كان ضايع، فواحد قال لي جملك اعور قلت له اه، والثاني قال لي جملك ذيله مقطوع قلت له اه، والثالث قال لي جملك اعرج قلت له اه، فاتهمتهم بسرقه الجمل. فالقاضي قال له طب اسكت انت. فسال عبد الله الاول قال له انت ازاي عرفت ان الجمل اعور؟ انت قلت ان الجمل اعور. قال له سيد القاضي ان الجمل ياكل يعني دائما من جانب واحد، والجمل اللي بياكل من جانب واحد فهو بياكل من العين واحده، يعني من الاتجاه اللي بتنظر له عينه ما بياكلش من جانبين، فعرفت ان الجمل اعور. فقام جاي لعبد الله الثاني طب وانت عرفت ازاي ان الجمل ذيله مقطوع؟ قال له يا سيد القاضي بسيطه جدا، لان الجمل هو بيخرج الفضلات بتاعته فبيخرجها كتله واحده بتنزل في كلها في مكان واحد، فذيله مقطوع لان لو ذيله مش مقطوع هو بيحرك ذيله يمين ويسار كان هيتنزل الفضلات بتاعته متفرقه، فمعنى ان الفضلات هبطت منه في مكان واحد ومتجمعه معنى كده ان هو ذيله مقطوع. فالقاضي قال له احسنت. فقال له عبد الله الثالث وازاي عرفت ان الجمل بتاعه اعرج؟ قال له بسيطه يا سيد القاضي من اثر خف الجمل، احد الرجلين او احد خف الجمل لاحد رجليه بارزه والثانيه مختفيه، فالبارزه بيحمل عليها اكثر فالجمل اعرج. فالقاضي قال لهم احسنتم واعجب جدا بذكائهم وقال للقاضي قم وانصرف فجملك ليس عندهم. فكده القاضي ايه اتاكد ان هم اذكياء جدا، فبدا بقى يسالهم الاسئله الثلاثه التانيين. فسال عبد الله الاولان قال له طب وانت ازاي عرفت ان اللحمه اللي انتوا كلتوها لحمه كلب وليست لحمه ماعز؟ قال له يا سيدي في لحمه الابل او لحمه الشاه او اللحمه العاديه اللي احنا بناكلها بتبدا بعظم وبعدين لحم وبعدين اللي هو السمين او الدهون، ثلاث طبقات، طبقه دهن وطبقه لحم وطبقه عظم، بعكس لحوم السباع والكلاب فبتبدا بعظم وبعدين السمين في النص وبعدين اللحم هو اللي فوق، يعني اللحم يكسو السمين. في اللحمه اللي احنا كلناها كان اللحم هو اللي يكسو السمين، فعرفت ان هي لحمه ايه؟ لحمه كلب. فالملك اتعجب جدا وقال له والله احسنت. فقال له عبد الله الثاني طب وانت ازاي عرفت ان المراه حامل في الشهر التاسع؟ قال له لان العيش اللي جاي لنا الخبز اللي جاي لنا كان من اتجاه سميك والاتجاه الاخر رفيع، فعرفت ان المراه وهي بتمد ايديها علشان تخرج الخبز او تقلب الخبز من الفرن ففي حائل بيحوش ما بينها وما بين الخبز، فبالتالي بيظهر الخبز من جانب سميك ومن جانب رفيع، والجانب السميك هو للمراه اللي بتكون فيه ما بتعرفش تتصرف فيه في الخبز. فقال له احسنت. فجي لعبد الله الثالث قال له انت ازاي عرفت ان انا ابن حرام؟ قال له يا سيد القاضي من يرسل إلينا من يتلصص علينا ويراقبنا فهو ليس ابن حلال، وانت عملت كده فانت ابن حرام. فالملك قال لهم يعني قلت كل اللي عندكم وخلصت كلامكم؟ قالوا له ايوه يا سيدنا القاضي، يعني قالوا له ايوه يا سيدنا القاضي. فام جاء ايه ليه؟ عبد الله الذي قال بأن اللحم لحم كلاب يرث، وعبد الله الذي قال بأن المرأة حامل في الشهر التاسع يرث. يرث. وعبد الله الذي قال بأنني ابن حرام لا يرث. فقال له عبد الله الثالث لماذا يا سيد القاضي؟ قال له لأنه لا يعرف ابن الحرام ألا ابن حرام مثله. فأنا ابن حرام فعرفت أن أنت ابن حرام. قالوا إزاي؟ قال له روح واسأل أمك. فراحوا الثلاثة وراحوا يسألوا فعلا الثلاثة، طلعت أمهم قالت لهم وكانت عارفة قالت لهم أنت ابني وأنت ابني، والثالث ده لقيناه في طريق في أحد الأيام وتبنيناه. فبالتالي عبد الله يرث
وعبد الله يارث وعبد الله ليارث. أنا عارف حكيت بتاعتنا. حكيت العبد الله اللي يورث وعبد الله اللي ما يورثش وعبد الله اللي يورث. يعطيك الصحة صلاح على الحكاية المشوقة والحكاية المزينة اللي دائما حتى هكا حمزة عندها هكا زادة جذور تونسية. بيان سور بيان سور الحكاية صرتوا الحكاية هذه أنا سمعتها أنا صغير بالحق برشا فيرسيونات لكن المعنى هو واحد أو كل حكاية بتختلف لكن المغزى بتاعها والعبرة بتاعتها هي واحد. صح صح صح, صح مشكور صلاح بالحق حكاية فيها عبرة وإلقاء وإلقاء وهكا وتسلطن وهكا منك نتعلم يا حمد. تسلطن العفو بجد والله يعطيك الصحة صلاح وهذه أكيد كانت مع المصرية مع المصري وتوا وقيد مع المصري. سيدي احنا فوتنا الوقت مش وصلنا فوتنا الوقت ديجا الخمسة ودقيقة وهكا وصلنا معكم لنهاية حلقتنا لليوم. الو حل تشنشينا يا حمزة اشنو لليوم ترخى نقولوا لهم لاخر مرة. علي 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 في العلالي لحمه رخيص لحمه رخيص ودمه غالي اللي هو الزيتون الزيتون فوالا الزيتون الزيتون وازي الزيتونه معناها زيتون يترت الزيت شكون يشري شكون لازم يشري دمه غالي فوالا. الله يعطيكم الصحه الناس كل تفاعلتوا معنا وجاوبتوا على التشنشينا نتاعنا لليوم. كل يوم عندنا الكادويت شكر كبير للمدام نهله بالقاسم اللي مزينت لنا استوديو بالنحاس القروي المطروق الاحمر والزمني. ايضا شكر كبير لتوكال اللي دائما مامنت لنا الحصه الفريقي جي اس ام وكل ما امن الحصه من دي كادو وسبونسرينغ. سينون غون ميرسي ليكيب الكل اللي كانت معاكم. تحيه زميلنا ايمن ليغا في الاخراج التقني زميلنا سهير زميلتنا انس الزملاء زميلنا امين في ايضا في البوبليكاسيون وفي الديجيتال. مشكورين حمزه بالشيخ مشكور يعطيك الصحة إن شاء الله ديما هكا ملمومين في الخير وجونا ديما هكا باهي برشا وشهية طيبة للجميع. يعطيك الصحة صلاح مشكور ربنا يخليك وسعيد جدا واحنا أحلى تيم وأحلى مجموعة. ويا شيف احنا قبل ما تيجي كنا اتكلمنا شوية عن الاعتذار وثقافة الاعتذار يعني ما بحبش أخبي عنك حاجة تمام فاتكلمنا عن كلمة الاعتذار فيا رب كل من زعل واحد يعتذر. امين امين يا رب. شيف امين يعطيك الصحة ومشكور ان شاء الله ديما ممكنين ان شاء الله ديما نتلقاو في نفس الوقت كل يوم. امين امين يا رب يعطيك الصحة سي امين. كنت معكم نور بيجي من قدام الميكرو ان شاء الله نكملوا معكم بقية الجمعة مزيانة كيف من هكا. تفطروا يا جماعة وتصوموا بالصحة احنا دائما معكم. ما بقى لي كان باش نقول لكم تصبحوا على الف خير مع بنت رمضان. الجو معنا ياسر مزيان. انتي يلي تسمع فينا جبنا لكم دبارة بنينة في وسطها حكاية وتشنشينا. ما لفاش تستنى وعدل الموجة مع نور واللي كرونيكور كل يوم من الاثنين للجمعة من ماضي كثر الخمسة على الحياة فام. رمضان على الحياة فام بنا أخرى.